السلام عليكم يا اهلا ناس، يا اهلا متبعين ديالي كديرين. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الخرجه خرجتها هنايا للجنب فالنسيا. هانتوما كيف ما تشوفوا هنا جيت كامبانار، قلت علاش ما نشاركهاش مع الناس ديالي العائله الثانيه. هذا الخرشف شفتو ما شاء الله كثير، كاين الخرشف كاين كل شيء. قوق كرتشوف الخرشف كل شيء. كنسميوها حاجه نسميوها على عشره المرات، وتنبغي اي حاجه ما عرفت عزيز عليكم تنتوما. هكا الدنيا خضراء ما شاء الله، راه الشتا صباس في المغرب. نطلبوا ربي الله يجي العام زوين ان شاء الله، وباش نهودوا كاملين في شهر ربعة. دابا هذا الكرتشوف، هذا الخرشف شاركته معكم. انا غنشوف حاجه اخرى غنوري لكم حتى هي. ها انتما هذه بطاطا، نوريكم ديك الاجواء ديال فالنسيا كلها. ها انتما واحد الجو، يا سلام. واخا حتى الحال بدا تيظلام قطعينا. هذه لا سيلقا، هذيك بيناكا اللي بحال السلك عندنا حنا في بيناكا. سي ديرين خينا بلانطاج دي بيرين خينا. ها انتم ها هو الدنجال بالعربيه تاعنا، غزالة شوفي هذا راه تيعجبني انا هذا الدنجال. ها بغيت نوري المتبعين، عندي واحد المتبع. هانتوما المطيشة غزالة، يا سلام تبارك الله غزالة. هذه هي الفالنسيانة، هي باقا ما طايباش ولكن ديال هذا الوقت هذا غزالة. هذه عندنا حنا تيقولوا لها الفالنسيانة كلها باقا خضراء. هادي لارانخا الليمون، واخا هاد الشجرة هادي العواد ديالها مسكينة كارمين. شوف واخا هاكا هاد العام راه ماشي جا شي ليمون شي ليمون. نو هانت يقولو الشماليين ليتشين، تقولو ليتشين تا حنا واحد المناطق. واخا و مسكين واخا شوف. ويلي شحال هادي، راه كنتي تسب الشجرة ديال الليمون طايحة بالليمون. هانتو والله إلا جيت نتسارى وقلت نساري معايا الناس ديالي. هذا كيف ما شفتو الحامض الليمون، هادي بحال واحد الكرانكا هنا ديال الخيل، واحد الفيرما ديال الخيل. انا غنوري لكم، خرجت علاش ما نوريكمش كلشي. هادي ها هي، هادي عصيه ورقه سيدنا موسى، ها هي زويونه كبرات وطلعت الفوق مسكينه. ها هي ولكن هي اصلا ضاربه واحد الحاجه ما عرفت شنو، ولكن واش يقدوا يبانوا ولا ما يبانوش بعادين، كاين بيننا وبينهم الشبيك. هادي شو كانوا داك العام باقي المعيزات باقيين. واحد الكليب ولاو ساهلين مابقاوش قباح، الربيع وداك الشي بداو جايين. ها هما هاد الخيل هادو ديال هاد الكرانخا هادي، ولكن راه مولاهم ما تمنوا تعطيهم شي حاجة. حيت عطيتيهم تيقول لك يعني هما تيعطيهم ماكله من الوقت لوقت. ودايرين معاهم هاد الكلاب شتو محاشاكم.
جتكم لهاد البلاصه؟ هي نفس البلاصه، هي مخلط فيها الاشكال والاكوات الربيع ما سمعتش لكم. شوفوا ما شاء الله كيفاش داير هنايا، هانتوما الدنيا كلها عامره معدنوس والقوق كل شيء. الكرافس كيف اتجاه الاخر، انا غادي والله الا اليوم قلت نمشي نخرج اليوم على حسابكم. شوفوا المتبعين تبارك الله ربي، داك الشيء اللي كان شحال في المغرب راه مداوين واقيلا مراجع ما تيبغيش هما هاد الربيع هذا، حيت دابا خاصهم يديروا وسطو شي حاجه، راه مداوين وحارقينه. كاين البرد راه العشيه بدات. وحنا نوريكم التراب تنديوه من هنا تنغرسوا به، حتى واحد البنت صاحبتي حتى هي تجي تاخذ التراب من هنا تنديروا فيه نعناع القزبر كلشي. ها هو تي زوين في كلشي. سد ديالي انا بقى هنا جيت كامبانار، ولكن راه الحال ظلام الصراحه. شوف معدنوس تبارك الله، شوف ايه سنقرابيو تندورو. عاجبنا الحال هنايا، واحد الهواء نقي يا سلام غزال. كان تيعجبني هادشي مولوعة بهاد الطبيعة هادي، والله انا نباتية. على خوتي هذا ميشيج الجو ديال المغرب، شوف هز عينيكم والله الا توحش المغرب بالله. ان شاء الله لا بقى العمر كاع نمشيو في شهر 4، لا بقى العمر ان شاء الله. شوفوا البسباس امالي تيسقيو في هذا الشيء هذا، شفتوا البسباس تبارك الله ما شاء الله قداش. وانا ساريت الخوت ديالي الحباب العزيز الغاليين، ونطلبوا نكونوا خفاف على قلوبكم. هانتوما دزنا على هاد البلايصه هادي مسقيه، هيا نخرجوا هالبارادات ديال الطوبيس هنا حدا دوك العمارات، عاد نخرجوا من تما نركبوا ثلاثه البارادات احنايا في دارنا. والله الا هادشي غزال عجبني بالله. ها ايوا ما بقى ليا الا نودعكم يا احلى ناس، تهلاو ليا فروسكم، خليت لكم الراحه والهنا وراحه البال، ونبغيكم كلكم تخرجوا كخريجات يوم السبت ولا الحد، وبنادم تيبدل الشوفه مرتاح نفسانيا. يلا بسلام عليكم الخوت الخواتات.